اختصر بقدر الامكان. انا هتكلم النهارده بالتحديد عن دور القضيه الفلسطينيه وعلاقتها بالحراك السياسي المصري، وعلى وجه الخصوص الحراك اليساري او الحراك الاشتراكي. اليسار المصري تاريخه بشكل عام احنا بنقسمه دايما لموجات، لان هو حرفيا كان بيجي زي الموجه وبعد كده ينزل وبعد كده يختفي، ويفضل فتره مفيش تواصل بينه وما بين الموجه اللي قبليه، بعدين تطلع موجه تانيه وتنزل وبعدين تختفي. فمن اهم سمات يعني اليسار المصري تاريخيا ان دايما هو الانقطاع، ان مفيش تواصل، مفيش جيل بيسلم جيل في اليسار المصري. تاني سمة لليسار المصري والحركة الاشتراكية انها كان بيغلب عليها الطابع الستاليني. الايديولوجية الستالينية هنا عشان بس يعني باختصار شديد، هو الايديولوجية اللي اتبعها ستالين عند وصوله للحكم، وده الخط السياسي اللي حدده للمنظمات الشيوعية خارج الاتحاد السوفيتي، اللي بتعتمد على كذا حاجة. أول حاجة إن يا جماعة انسوا موضوع الثورة الاشتراكية دلوقتي، ولازم تركزوا على الثورة الوطنية الديمقراطية عن طريق تحالف مع أكتر القطاعات البرجوازية التقدمية عندكم في المجتمعات بتاعتكم. بعد ما تحققوا الثورة الوطنية الديمقراطية دي اللي هي بتحرر البلد وبتعمل الإصلاحات الديمقراطية البرجوازية اللي موجودة مثلا زي في الغرب، بعد كده نبدأ نتكلم عن الاشتراكية. من برضو السمات كان ان اليسار على مستوى العالم كان في حالة من التبعية شبه التامة لموسكو. يعني الاتحاد السوفيتي طبعا كان بيتمتع ببرستيج كبير جدا او بقوة ناعمة كبيرة جدا، على اساس ان دي اول ثورة عمالية ناجحة في التاريخ وان دي دولة العمال. فبالتالي كان في ثقل سياسي كافي ليهم ان هم يحددوا الخط السياسي للتنظيمات الشيوعية على مستوى العالم. وحتى يعني كان المسؤول عن التنظيمات الشيوعية دي حتى بعد إلغاء الأممية اللي هي الكومنتر، كان يعني إدارة في وزارة الخارجية السوفيتية يعني. وده ممكن يلخص لنا يعني الوضع كان عامل ازاي في النهاية، ان انتم تابعين للسياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي في الوقت ده. طيب الحركة الشيوعية الأولى، ودي كانت برضو من أقوى الحركات اللي شهدتها مصر، تقريبا بيؤرخ لها من ثورة 19 لسنة 1924. اشمعنى سنة 1924 دي كانت نهاية الموجة الأولى؟ دي لأن الحزب الشيوعي المصري الأول اللي هو اللي اتعمل في الفترة دي، حكومة الاستقلال بقيادة سعد زغلول راحت دمرته تماما بضربات أمنية. من سنة 22 لسنة 24 السنتين دول كانوا سنة اضطرابات اجتماعية في مصر. الشيوعيين فيها لعبوا دور أساسي في الحركة العمالية، رغم ان هما كان لسه عضوهم اخضر يعني في البداية. تاني حاجة ان النقابات العمالية المصرية اللي بدأت تنشأ وتنتشر في الوقت ده كانت لعبة دور برضو بطولي في تنظيم الاضطرابات. فساعتها البوليس السري المصري اخترق التنظيمات دي، وفي ناس قبض عليها. في ناس اتنفت اصلا خارج البلاد. وحتى يعني انا اعرف بعض الرفاق الاشتراكيين اللي هم جايين من عائلات اصلا يعني ليها تاريخ نضالي، كان جد واحد منهم كان من الناس اللي اتنفت لروسيا في الوقت ده يعني، بدون ذكر اسماء.
القضية الفلسطينية ساعتها كانت لسه في طور التشكيل، يعني كان معروف إن في اضطرابات ما بتحصل في فلسطين، في هجرة من المستوطنين الصهاينة على هناك، ولكن الموضوع لسه ما كانش يعني مشتعل قوي في المساحة السياسية المصرية، فما أقدرش أقول إن كان في تأثير قوي مباشر على الحركة. الحركة الشيوعية التانية، وهي دي يعني بكل المقاييس كانت أقوى حركة شيوعية في تاريخ مصر، دي اللي بيؤرخ لها من أواخر الثلاثينات لحد منتصف الستينات. الحركة دي كان فيها تواجد ضخم جدا لليهود المصريين اللي كانوا موجودين ساعتها في مصر، بالإضافة برضو لبعض اليهود الأجانب اللي كانوا موجودين، ودي حاجة من الحاجات اللي هيتم استغلالها بعد كده ضد الحركة الشيوعية. الحركة دي كانت، أنا بقول إنها كانت أقوى حركة، ليه؟ مش شرط عشان أعداد غفيرة كانت موجودة، ولكن فعلا التنظيمات الشيوعية في الفترة دي كان ليها دور رئيسي في تنظيم حركة العمال. يعني احنا في لقاءنا السابق كنا بنتكلم حوالين ضعف التنظيم السياسي لليسار في ثورة يناير 2011، الكلام ده ما كانش موجود في الحركة الشيوعية التانية، بالعكس انت كان عندك تنظيمات شيوعية كتيرة، التنظيمات دي كانت ليها تواجد عمالي ضخم، كانت بتؤسس نقابات، كانت بتقود اضرابات جماهيرية. يعني على سبيل المثال، في يعني من القصص الشائعة جدا في اليسار، والحقيقة أنا ما أقدرش أوثق ليها، بس كان من الحاجات اللي أنا سمعتها يعني وأنا شاب، إن في فترة ما كان كفاية إن قيادي شيوعي يسوق العربية الجيب بتاعته في شبرا وهو رافع العلم الأحمر، فكل المصانع في شبرا تضرب، يعني بس أول ما يشوفوا الجيب دي معدية بالعلم الأحمر يعني. وده يعني كان بيعبر عن شيء، فبيعبر عن مدى سيطرة الشيوعيين وقتها على الحراك يعني. في سنة 46، هنا احنا بنتكلم في سنتين قبل النكبة وفي سنة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مصر شهدت أقوى موجة إضرابات عمالية في تاريخها، اللي هي ما اتكررتش إلا بعد كده في 2006 ل 2011. حجم الإضرابات ساعتها، كان الشرارة بتاعتها كانت القضية الوطنية. الإنجليز وقت الحرب العالمية الثانية وعدوا المستعمرات بتاعتهم إن هم هيدوهم الاستقلال لو وقفوا معاهم في الحرب ضد النازية. وطبعا اول ما انتهت الحرب العالميه الثانيه، الانجليز كالعاده حاولوا يخلعوا من الوعود بتاعتهم، فده ادى لاشتعال النضال ضدهم في المستعمرات المختلفه، ومن ضمنهم كانت مصر. اتكونت حاجه اسمها اللجنه الوطنيه للطلبه والعمال، والسخريه يعني القدر يعني، كان في لجنه ثانيه موازيه كانت معاديه ليها وكانت ضد الاضرابات، كانت بخلاف الاخوان المسلمين في الوقت ده، يعني حتى شبه حملة شغلني مكانه بتاعت 2012 اللي شبهها يعني عقود بعد كده. الإضرابات دي كانت قوية، لكن في نفس الوقت الحركة الشيوعية جزء من التذبذب السياسي اللي كانت فيه كان يرجع للأيديولوجية الستالينية بتاعتها، اللي بتقول لها في النهاية لازم تحجمي سقف النضال بتاعك عند سقف القضية الوطنية، لكن اول ما الامور تبدا تتطور وتاخد منحى اجتماعي، العمال تبدا تتكلم على ظروف العمل، تبدا تتكلم على رفع الاجور، هي وسط الاضرابات الوطنيه اللي بتطالب بالاستقلال، فساعتها هنا احنا بنتكلم في مشاكل، والشيوعيين هيحاولوا يحجموا الحراك في الوقت ده. فمثلا هنري كوريال، وده كان من اليهود الشيوعيين اللي لعبوا دور رئيسي في الحركة الشيوعية الثانية، كتب في مذكراته، وهي مترجمة بالعربي على فكرة، إن وجدنا، كان حاجة بما معناها يعني، عشان مش عايز أقول الكود غلط، اللي هو إحنا وجدنا كل العمال خلفنا لكن إحنا كناش عارفين إلى أين نقودهم.
ده طبعا ده وضع كان بيلخص الجملة دي، يعني بتلخص الوضع في الوقت ده. الربط ما بين ما هو اجتماعي وما هو وطني، يعني دي مش حاجة كان ابتكار جديد احنا بنتكلم فيه النهاردة. يعني تروتسكي كان بيتكلم على الموضوع ده في كتابه الثورة الدائمة من بدايات القرن العشرين، وده ما كانش تنظيره منه بقدر اللي هو كان شايف واقع وشايف البوتنشال الموجود للحراك العمالي، وشايف ان هو يقدر يتجاوز السقف الديمقراطي الاجتماعي المطروح. لو بصينا مثلا يا شباب على ثورة 19 اللي دايما بيتقال انها دي كانت بقيادة سعد زغلول، هو الحقيقة ان ماشي، يعني الشرارة بتاعت الثورة كان نفي الوفد المصري اللي كان بيطالب بالاستقلال، لكن الثورة بدأت بإضرابات عمال الترام، دي حاجة. تاني حاجة ان لما الثورة انتشرت وبدأت توصل للأرياف، فالفلاحين رفعوا سلاح على الإنجليز، وبعد كده حرقوا قصور البشوات اللي بعض منهم كانوا على في حزب الوفد اللي هو المنفي، لأن ما هو في النهاية البشوات دول هم دول مضطهدين الفلاحين. ومن هنا برضو نفهم ليه سعد زغلول في المنفى كان بيرسل بيانات بيدين فيها أعمال العنف، يعني وبيطالب بالسلمية، يعني وهي نفس اللي احنا سمعناه في ثورة 2011، وهو برضو كان بيتقال في ثورة 19، وعشان نفس الأسباب في النهاية. وعلى فكرة سعد زغلول مثلا كان تم دعوته من لينين ان هو يحضر مؤتمر الشرق في باكو، ده كان المؤتمر اللي هو البلاشفة بيحاولوا فيه يخلقوا زي علاقة تحالف ما بين حكومة العمال الثورية في روسيا وما بين حركات التحرر الوطني في دول الجنوب العالمي. وسعد زغلول رفض ان هو يروح، يعني ان هو قال ده شيوعي كافر اصلا مش هتكلم معاه، يعني حاجة معناها كده. وساعات بيبقى أفضل توفيق لتاريخ الحركة العمالية وتاريخ الشعب المصري بيجي من الأرشيف بتاع وزارة المستعمرات في بريطانيا، فهتلاقي فيها مثلا تقارير أمنية حوالين اللي هو المرشدين والمخبرين بيعملوا sentiment analysis، يعني ليه الوضع، فاهم اللي هو الموجود، الناس حاسه بايه، بتتكلم على ايه، عن طريق برضه ان هم قاعدين على القهاوي. ففي واحده من التقارير كان بتتكلم حوالين ان الناس على القهاوي قاعدين بيتكلموا عن اللي بيحصل في روسيا وان دي حاجه كويسه جدا، وان البلاشفه دول مسلمين بيتقوا الله وهييجوا يحرروهم. يعني هي طبعا الموضوع طبعا يعني اتحور شويه، بس لو عشان اي حد كويس اسمه يبقى مسلم يعني. فبس دي كانت السنتمنت اناليسيس بتاعت الوضع في مصر تجاه اللي بيحصل. تاثير الدومينو هنا دايما بيجي عن طريق ان انت بتشوف ناس في نفس وضعك السيء المزري بيتعرضوا لنفس الاضطهاد والقمع، لكن الناس دي نجحت انها تتجاوز القمع اللي بتتعرض له وانها تحقق بعض الانتصارات. فاول ما بتبدا تسمع عن الانتصارات دي فبتبدا انت كمان تتشجع على الثوره. فمن هنا برضو نفهم ليه لما ثوره البلاشفه في 1918 نجحت فلقيت على طول الثوره الايطاليه في 19، الثوره الالمانيه في 18، الثورات اللي كانت موجوده في اوروبا في الوقت ده، ثورة 19 في مصر ماشي، ما هي دي برضه ما كانتش معزولة عن الويف أو الموجة العالمية للاضطرابات الاجتماعية اللي كانت بتحصل في الوقت ده. كان في مثلا حالة واسعة من العصيان ما بين الجنود بتوع الجيش البريطاني بعد نهاية الحرب العالمية الأولى مثلا في وقائع مثلا كتيرة. فمن هنا بنقدر بنفهم الربط ما بين القضايا الاجتماعية وما بين القضية الوطنية، ان مفيش تعارض ما بين الاثنين، بس انت دايما بتدفع طول الوقت في سكة ان القضية الاجتماعية ما يحصل لهاش اي نوع من انواع التهميش لصالح القضية الوطنية،
وده للأسف اللي الحركة الشيوعية في مصر ما عملتوش. طيب جت بعد كده سنة 48، سنتين بعد الموجة بتاعت الإغرالات الضخمة دي، والحركة الشيوعية المصرية خدت موقف ده كان وصمة عار ليها تاريخية، وأثر على سمعتها لعقود بعد كده، وهي إن الحركة معظم التنظيمات الشيوعية المصرية وافقت على قرار التقسيم بتاع فلسطين، وقالوا إن هم ضد الحرب وضد إرسال الجيش المصري للحرب دي. طبعا احنا كنا بنتكلم هنا في 40-50 تنظيم موجود في مصر يعني في الوقت ده، بس انا بتكلم هنا على الغالبية العظمى منهم، وبالذات اهم تنظيم فيهم اللي هو كان تنظيم حديدته اللي هو الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني. حديدته وقتها قبلت قرار التقسيم، وده كان بالتبعية عشان الاتحاد السوفيتي كان اول دولة تعترف باسرائيل في الوقت ده، وكانت الدولة اللي مدتها بالسلاح عن طريق تشيكوسلوفاكيا زي ما عملوا بعد كده مع عبد الناصر في سنة 55. ودعت ساعتها الحركة الشيوعية اللي كان المنطق بتاعهم مش بس عشان والله عشان الاتحاد السوفيتي قال لنا، بس لا هم كانت التنظيرة بتاعتهم ان احنا مع وحدة العامل اليهودي والعربي ضد البرجوازية العربية وضد البرجوازية اليهودية. هل ده الموقف بيبقى بشكل عام للشيوعيين في الحروب؟ يعني مثلا الحرب العالمية الأولى، ثم هو لمين كان والبلاشفة ضد الحرب العالمية الأولى دي، ودعوا لوحدة العمال والجنود ضد الضباط بتوعهم وضد البرجوازيات بتاعتهم، وده اللي حصل فعلا. يعني انت لو سرش شوية حتى أونلاين هتلاقي ان الجنود الروس والجنود الألمان بيرقصوا فالتس كده على التلج في أواخر الحرب، وهم يعني خلاص بينهوها يعني في النهاية، وده طبعا كان بعد ما راحوا وقتلوا الضباط بتوعهم ضربوهم بالنار يعني. لكن في حالة فلسطين الوضع ده غلط، أو الموقف ده غلط، لأن فلسطين ليها موقف خاص وبشكل احنا ما شفناهوش يمكن في مجتمعات تانية بنفس اللي تعرضت يعني للاستعمار الاستيطاني. في حالة فلسطين العامل اليهودي اللي موجود في فلسطين ليه مصلحة مادية مباشرة في استبعاد الفلسطيني وفقامه. انت عشان خاطر تجيب المهاجر اليهودي ده اللي جاي من اوروبا الشرقية او جاي من اي حتة تانية لازم تطرد فلسطيني من أرضه وترميه على الحدود دي. أول حاجة. تاني حاجة إن ماشي في حالات مثلا في مصر يعني العمال المسلمين والأقباط طائفيين ضد بعض، لكن هما الاتنين في الآخر بيشتغلوا في نفس أماكن العمل، فيعني مش إن العمال المسلمين بيشتغلوا لوحدهم في حتة والعمال الأقباط بيشتغلوا في حتة تانية. فبالتالي ان هتيجي اوقات ونظرا للضغط الاقتصادي عليهم هيضطروا ان هم يتوحدوا في اضرابات ضد صاحب المصنع، سواء بقى صاحب المصنع ده او صاحب رأس المال ده كان مسلم او مسيحي. العمال في ايرلندا الشمالية كاثوليك والبروتستانت ماشي طائفيين ضد بعض، بس في حالة ايرلندا الشمالية حتى رغم ان في سيجريجيشن او فصل كان في السكن مع ان ده بيخف دلوقتي، بتلاقي في حالات كتيره جدا في اماكن العمل العمال الكاثوليك والبروتستانت بيشتغلوا مع بعض. فبالتالي هتيجي اوقات هتلاقي فيهم ان هم ممكن هما الاثنين يتحدوا مع بعض ضد صاحب العمل سواء البروتستانتي او الكاثوليكي. لكن في حاله فلسطين دي كانت حاله خاصه جدا جدا جدا، ان في بداية المشروع الاستيطاني الصهيوني الصهاينة كانوا ساعتها رفعوا شعار أرض يهودية رأس مال يهودي عمل يهودي، وده كان معناه إيه؟ معناها إن أرض يهودية طبعاً إحنا هنستولى على الأرض، رأس مال يهودي إن هم عاوزين اللي يمول الاستيطان ده والاستثمارات دي يبقى فعلا هما رجال الأعمال اليهود الأبنياء الصهاينة، وده فعلا حصل. تالت حاجة ودي بقى أخطر نقطة اللي هو عمل يهودي.
الهيستودروت اللي بيتم التعامل معاه هنا مثلا في المانيا كانه ده اتحاد نقابات عمال اسرائيل، ده مش اتحاد نقابات عماليه عادي، ده كان اداه ما كانش العمود الفقري للمشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. الهيستودروت عمل حاجه خطيره جدا، ان هو كان هو اللي كان بينفورس موضوع ان يبقى فيه العمل يهودي فقط في الاماكن اليهوديه فقط. فبالتالي كان الهيستودروت بينظم مظاهرات قدام الحقول والمزارع، اللي كان لما كانوا بيسمعوا ان صاحب العمل اليهودي وصاحب المزرعه اليهودي مأجر عمال عرب يشتغلوا عنده، فكانوا بيعملوا ساعتها مظاهرات وبيمنعوا دخول العمال العرب. في وقعة مثلا شهيرة من الوقائع، يعني ان كان في احدى المحلات في تل ابيب تم اقتحامه وتدميره من العصابات الصهيونية والهيستودروت، عشان سمعوا ان في عامل عربي بيشتغل في المطبخ بيغسل الصحون في اخر المطعم خالص، عامل واحد، فدمروه لانهم مش عايزين عرب هناك. طلاب الجامعة مثلا العبرية كانوا بيتظاهروا ضد رئيس الجامعة على مدار شبه يومي، لأنه كان ليبرالي صهيوني وكان بيأجر عقار عنده لمستأجرين عرب، يعني إن هم يسكنوا في الشقة اللي هو بيملكها، يعني هم مأجرينها منه. فكانوا بيعملوا مظاهرات ضده لان ما ينفعش ان العرب يكونوا جزء من المجتمع بتاعنا. فده خلق لنا حاله ان اولا العامل الاسرائيلي حتى ولو هينخرط في نضال اجتماعي ضد البرجوازيه الاسرائيليه اللي موجوده، بس عمره ما هيتحد مع العامل العربي. لان احنا بنتكلم على اقتصادين منفصلين اولا تماما عن بعض، دي حاجه. وحتى بعد 48 وتأسيس الدولة ومع وجود بعض من العرب 48 يعني جوه الاقتصاد، أو إن هم كانوا بعد احتلال الضفة وغزة كانوا بيسمحوا بدخول بعض العمال للشغل مثلا في المستوطنات أو في قطاع البناء، كان دايما العمال العرب بيبقوا في أسفل القاع، فبيشتغلوا الشغلانات الغير مهرة، بيشتغلوا الشغلانات اللي هو انت ممكن تمشيه وتجيب واحد تايلاندي تاني يوم عشان يعملها. فبالتالي وحدة العامل اليهودي والعربي دي حاجة نظرية جدا وغير مطروحة at any point في تاريخ فلسطين. بعدين احنا دايما حتى بنقول ان حتى ولو العمال بيبقوا عنصريين في مواقف، الطائفيين في مواقف، ليهم مواقف رجعية في أوقات ما، بس بتعدي أوقات عليهم بيبقى فيه كيرف من النضال العمالي، المنحة بتاعه عالي جدا، فبيبدأ العمال تدريجيا يكسروا بعض الأفكار الرجعية عندهم. في تاريخ الهيستودروت من أوله من ساعة تأسيسه لحد النهاردة عمر ما اي نقابة صهيونية من الهيستودروت اعلنت تضامنها مع الفلسطينيين at any point. ما حصلتش. ده بالعكس، ده حتى في الانتفاضة الاولى وفي الانتفاضة كمان التانية مع اضرابات العمال الفلسطينية ساعتها، الهيستودروت كانوا بيتطوعوا ان هم يروحوا يشتغلوا مجانا عشان يكسروا الاضرابات بتاعت العمال الفلسطينيين. فمن هنا الموقف اللي خدته الحركه الشيوعيه في 48 كان موقف عبثي الحقيقه، يعني في تشوهات نظريه. وللاسف لعلمك لحد النهارده، يعني انا قابلت هنا في برلين يساريين المان وتروتسكيين وناس واقفه مع القضيه الفلسطينيه، بس ما زالت بتدعو برضه لوحده العامل اليهودي والعربي في فلسطين المحتله. فالحقيقه ان ده مش وارد خالص. في حاله كمان جنوب افريقيا اللي هي الناس بتحب انها دايما تعمل المقارنات بينها وما بين حاله اسرائيل. صحيح ان البيض كانوا منعزلين عن السود، بس الاقتصاد بتاع جنوب افريقيا من اوله لاخره كان قايم على الطبقه العامله السوداء اللي كانت شغاله في جنوب افريقيا.
حزب المؤتمر اللي هو الكونجرس بارتي ده بتاع نيلسون مانديلا كان شغال كفاح مسلح من الخمسينات والستينات وفيما بعده، والحين هم ما وصلوش لاي حاجه يعني، بالعكس يعني كانوا بيتدمروا اول باول، واجهزه الامن بتاع جنوب افريقيا اللي كانت بتتعاون مع اسرائيل كانت مخترقاهم، وكانوا بيعملوا يعني عمليات قذره جدا لا تختلف باي شكل عن الموساد وغيره يعني. ولكن على اواخر الثمانينات لما بدات الاضرابات الجماهيريه تحصل ما بين العمال السود، هنا فعلا الاقتصاد بتاع البيت كان هينهار، فبالتالي طلعوا نيلسون مانديلا بقى من السجن وبداوا يتفاوضوا معاه عشان يهدوا الوضع. في فلسطين حتى لو العمال الفلسطينيه اضربت من هنا لحد القرن الجاي ده مش هيوقع اقتصاد اسرائيل يعني. فموضوع برضو مرة تانية وحدة الطبقة العاملة دي مش مطروحة في ظل وجود الكيان الصهيوني زي ما هو موجود النهاردة. في الخمسينات والستينات معظم الحركة الشيوعية ساعتها قررت انها تتحالف مع نظام عبد الناصر، وقرروا ان بما ان عبد الناصر عمل معركه بطوليه ضد الاستعمار وضد الامبرياليه في 56 وامن قناه السويس وطرح اصلاحات اجتماعيه جذريه في 61 بقرارات يوليو الاشتراكيه او ما سمي بقرارات يوليو الاشتراكيه، وبدا عمليه التصنيع عن طريق راسماليه الدوله، فساعتها قرر معظم الشيوعيين ان هم يحلوا التنظيم بتاعهم وان هم يخشوا الاتحاد الاشتراكي العربي والتنظيم الطبيعي اللي كان موجود ساعتها، ويساعدوا عبد الناصر في بناء الكيان السياسي بتاعه اللي هو عبد الناصر كان محتاجه عشان برضو يواجه الجيش. يعني عبد الحكيم عامر كان مع الجيش، عبد الناصر كان معاه ايه في النهاية؟ عبد الناصر كان مع الشارع وكان معاه التنظيمات السياسية اللي كانت موجودة في الوقت ده. لما حصلت 67 يعني معظم الأدبيات اللي هتقروها عن تاريخ الشرق الأوسط هيقولك ان 67 دي كانت نهاية التيار القومي العلماني العربي، سواء اللي هو الناصرية في مصر او البعث في الشام، وده اللي خلق المساحة للإسلاميين ان هما يبدأوا يتصاعدوا. الحقيقة ان ده تحليل خاطئ يعني، لان كان في جيل، الجيل ده اتربى في الخمسينات والستينات على الافكار اليسارية والثورية والاشتراكية، وشايفين عبد الناصر فعلا هو ده اللي هيحرر فلسطين، هو ده اللي هيحقق لهم المطالب الاجتماعية بتاعتهم. وجزء من الشعب المصري فعلا تحسن وضعه تحت عبد الناصر، ما هو احنا ما ينفعش يعني الناس طول النهار بتشتم جمال عبد الناصر وهو ماشي يعني، يعني هو يستاهل الانتقاد على مليون حاجه، بس الحقيقه ان وجود شعبيه ليه لحد النهارده ما بين قطاعات من الشعب المصري مش جايه من هبل او تخلف، هي جايه ان فعلا في قطاعات من الشعب المصري استفادت من حكمه، واللي هو في ظل الظروف اللي احنا فيها النهارده دي تبان لهم طبعا دي كانت فتره ورديه يعني بالمقارنه. فلازم نبقى يعني انا مش من الناس قوي اللي بتحبز موضوع السف على عبد الناصر والشتايم دي والكلام ده، مع كره الشديد للنظام العسكري اللي هو اسسه. لما حصلت 67 فكان في جيلين اتربوا على الافكار دي، فتوصلوا لاستنتاج ان عبد الناصر مش اشتراكي بما فيه الكفايه. يعني الموضوع ان هم كانوا يساريين وفجاه قلبوا اسلاميين، الكلام ده مش حقيقي. في قطاع كامل من الجيل ده توصل الاستنتاج he wasn't socialist enough، ده ما كانش اشتراكي بما فيه الكفايه. والجيل ده يعني انا مثلا ابويا كان واحد منهم، ابويا من مواليد الاربعينات واللي هو اتربى في جيل الثوره وكان من عيله عماليه في السكه الحديد، اول مره كان هيروح الجامعه من اول فرد من عيلته يروح الجامعه شهر تحسن، وكان مؤمن جدا بعبد الناصر، وابويا دخل الاتحاد الاشتراكي ووزاره الشباب و لما حصلت 67 ابويا رجع البيت نزل صوره عبد الناصر وحط صوره ماو يعني لان ساعتها كانت الثوره الثقافيه شغاله في الصين، وكانت بالنسبه للناس هي دي الثوره العالميه الشبابيه ضد البيروقراطيه و الكلام ده كله. طبعا الناس ما كانتش عارفه يعني حجم الكوارث اللي كانت بتحصل، فالجيل ده اتجذر اكتر لليسار
مش اللي هو حدث بقى اسلامي تاني يوم يعني. بس الناس لما بدأت تدور على تنظيمات شيوعية كان كل كان الحركة الشيوعية الثالثة دي. الناس لما بتتكلم على 68 في الأغلب بيتكلموا على فرنسا، بيتكلموا عن حصل في حرب فيتنام و لكن العالم العربي برضه كان عنده 1968 بتاعه يعني. كان في مظاهرات فعلا طلابية في كذا بلد عربي من المغرب لحد العراق في الوقت ده. مصر أول مظاهرات تنزل ضد النظام من سنة 54 كانت في 68 في فبراير بعد أحكام الطيران، لما قادة سلاح الطيران أخذوا أحكام مخففة، فعمال حلوان بدأوا يتظاهروا، اتفتح عليهم النار، راحوا لطلاب جامعة عين شمس، وبعد نزل بعد كده مظاهرات طلابية حشدة انضم ليهم بقى طلبة جامعة القاهرة وبقية الجامعات. عبد الناصر ساعتها قمعهم، لكن في نفس الوقت أعلن ما سمي ببيان 30 مارس اللي هو وعد فيه بإصلاحات، وبدأت فعلا حرب الاستنزاف في الوقت ده عشان يعني تحت ضغط جماهيري من الناس في الشارع ان يعني اعملوا حاجة. وفي نفس الوقت وجود النظام نفسه كان من مصلحته ان لازم تبقى حرب، لان لو ما حصلتش اي نوع من انواع الحروب مع اسرائيل لتحرير الارض ساعتها فده كان معناه نهايته يعني. الحركة اليسارية ساعتها اللي قادت الحراك في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، يعني احنا سنة 72 و73 كان في حراك طلابي قوي جدا جدا جدا، واحتلوا فيه ميدان التحرير واتفض ميدان التحرير بالقوة وقتها في مشاهد يعني عاملة زي ثورة يناير يعني فيما بعد. كانت طبعا المحرك الاساسي ليها هو تحرير الارض ومواجهه الصهيونيه، وكان الطلبه لما كانوا بينزلوا لهم في ميدان التحرير ضباط من الشؤون المعنويه تتكلم معاهم، وده كان حاجه الجيش بيعملها ساعتها في الوقت ده انا اسف، كان الطلبه بيستشهدوا بالافعال اللي بتقوم بيها المقاومه الفلسطينيه، ويستشهدوا معركه الكرامه في ابريل 68، بيستشهدوا بالمقاومه الفيتناميه اللي كانت بتحصل. فلدرجه يعني هم كانوا بيتريقوا ان احنا يعني انتوا عايزيننا لازم يعني نزرع غابات ونبني لكم جبال عشان خاطر تعرفوا تحاربوا ولا لا يعني. والقيادات الطلابيه دي اللي قادت الحركه الاجتماعيه في السبعينات اللي ادت في النهايه لانفجار انتفاضه 77. يعني زي ما 2011 كانت نتائج لتاريخ طويل من النضال قبليه، برضو 77 كانت نتائج لتاريخ من النضال قبليه. اللي كان بيقودوا كانوا الخريجين بتوع جمعيات أنصار الثورة الفلسطينية في الجامعات المصرية في الوقت ده، ودي كانت جامعات يسارية موجودة في ساحات الجامعات، وخرج منها رموز كتيرة جدا من اليسار احنا عارفينها النهاردة. ففلسطين مرة تانية كانت محورية للحركة الاشتراكية وقتها. السادات ارتكب جريمة الخيانة العظمى وراح وعمل اتفاقية سلام ساعتها، بس كان ساعتها اليسار بيولع خلاص، لأن الشعب مش غبي يعني، قصدي الشعب هيمشي وراه لحد ما يشوف انت اخرك ايه. فالناس أيدت اليسار بالخمسينيات والستينيات لحد ما انت وصلت لحد 77 ماشي، وفشلت انك انت تحدث اي نوع من انواع التغيير. وفي نفس الوقت الثوره الايرانيه كانت شغاله، والناس بدات تبص على نماذج نجاح ثانيه، نجاح ما بين قوسين اللي تبقى مصدر الهام ليهم. يعني انت في الستينيات كنت بتبص لفيتنام، كنت بتبص لتشي جيفارا، طيب في 79 انت كنت بقى تبص على الخميني، ما هو نجح وان هو يطيح حاكم دكتاتور عامل زي السادات الموجود عندنا، طرد الامريكان من بلده، اهو بيأيد الفلسطينيين دلوقتي وما الى اخره. اليسار فضل برضه في حاله كده من التدهور، كان في انتفاضات طلابيه صغيره جدا، كانت مظاهرات في منتصف الثمانينات زي مثلا حادثه خطف الطياره المصريه من الامريكان، حادثه سليمان خاطر وموته.
فطبعا يعني المحرك الاساسي هنا هي معاداه الامبرياليه، معاداه الصهيونيه، وده اللي كان بيحرك الطاقه في الجامعات في الوقت ده. تيجي بعد كده الانتفاضه الاولى، الانتفاضه الفلسطينيه الاولى خلقت حراك في مصر. كان يعني انا فاكر الايام دي رغم صغر سني، كان ساعتها اي حد ماشي بكوفيه فلسطينيه في الشارع كان مصدر تهديد على طول، يعني كان مصدر الاشتباه وممكن توقف من الامن ويسالوك طول بطاقتك والكلام ده كله. تاني حاجه ان صفوت الشريف اللي هو وزير الاعلام بتاع مبارك في الوقت ده اصدر قرارات للتلفزيون المصري كما سبيرو ان هم ما يذيعوش اخبار الانتفاضه، لان كان الناس بتذيع اخبار الانتفاضه من هنا الناس تسخن وتنزل الشارع تتظاهر. التظاهرات ساعتها تم وقتها وقمعها بشكل مرعب يعني، وجزء من نهايه الانتفاضه الفلسطينيه الاولى على نهايه الحراك المصري في الوقت ده كان حرب الخليج. يعني حرب الخليج اعاده ترتيب المنطقه كلها لصالح المواءمات الامريكيه في الوقت ده. انا مش عاوز اخد وقت اطول من كده، فنحني بس في النهايه بان انفجار الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه ده غير المعادلة السياسية المصرية تماما. يعني أنا كواحد دخلت الجامعة في الثانيات أنا فاكر الوضع كان عامل إزاي وقتها. أنت ما كانش يقدر تفتح بقك على حسني مبارك إطلاقا، يعني ما كانش ينفع إنك أنت تهتف ضده في المظاهرات، ما كانش ينفع إنك تتكلم عنه في الجرايد اللي كانت موجودة سواء جرايد معارضة أو طبعا الجرايد الرسمية. كان كبيرك انك انت تنظم حاجه جوه الجامعه وتتكلم فيها عن الحكومه او عن النظام بشكل مبهم، لكن ما تقدرش تتكلم عن حسني مبارك. اي هتاف ضد امن الدوله كان معناه انك انت لازم هتتخطف في اخر النهار وهتتاخد وهتتعذب وهتتبهدل يعني. الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه فجرت حراك واسع في مصر غير مسبوق، ويمكن ده كان اقوى حراك تشهده مصر من سنه من انتفاضه 77، لان الناس طول الوقت بتعرف انها ترسم بارالز يعني توازيات، وانها تقارن نفسها بالطرف الثاني اللي هو الفلسطيني في الحاله دي. الناس كانت بتبص على الجزيره اللي هي بقت موجوده في كل بيت مصري في الوقت ده، وتشوف اطفال عيال بتحدف طوب على الدبابات وبتواجه الاسرائيليين بشجاعه. فطبعا ساعتها المصري حتى يفكر لو دول العيال دول بيعرفوا يواجهوا الدبابات الاسرائيليه، يعني انا مش عارف اواجه عربيه الامن المركزي. وبتبدا ترسم كده اللي هو مقارنات ما هو شارون مبارك يعني والاثنين شبه بعض اصلا يعني فاهم، ورايحين جايين واخدين بعض بالحضن والكلام ده كله. فمن الجبن الشديد او الخوف الشديد من ذكر اسم مبارك، انا فاكر اول مره في حياتي سمعت الاف بتهتف ضد حسني مبارك كان في انتفاضه جامعه القاهره في ابريل 2002 اللي تحولت لاشتباكات في منطقه بين السرايات في الوقت ده. وعلى فكره كانوا بيحاولوا يفضونا ساعتها بعربيات الامن المركزي زي ما عملوا في جمعه الغضب بعدها بعقد من الزمن. الناس كانت بتهتف حسني مبارك زي شارون نفس الشكل ونفس اللون. يعني الاف، انا ما كنتش مصدق نفسي ان من سنتين بس قبليها يعني ساعات كان في مظاهرات الجامعه الناس بتصوت ان لا الاشتراكيين السويين مش هيشتركوا في مظاهرة، انتوا الناس اللي عايزه تتكلم عن مبارك، ليه الافات قاعده بتهتف عليه؟ كل الحراك اللي هو كان بيدور عن التضامن مع فلسطين وضد حرب العراق ده اللي بعد كده خلق لنا المساحه ان احنا ناسس كفايه في 2004. يعني كفايه دي كان لا يمكن انها تتعمل في التسعينات، يعني ده كان هيبقى خيال علمي. لكن ال احنا استردينا الشارع شكرا لفلسطين في الثلاث سنين اللي هم بعد سنه 2000، وده اللي خلق لنا المساحه ان احنا ناسس كفايه. وده كان بدايه حراك اجتماعي ادى في الاخر ل 2011، وأدى لإعادة إحياء اليسار حتى ولو على استحياء مقارنة بالإسلاميين في الوقت ده، بس دايما كانت القضية الفلسطينية حاضرة. لما في 2011 احنا شفنا ما كانش فيه مظاهرة إلا واترفع فيها علم فلسطين.
بعض الليبراليين في الغرب كانوا دايما بيحاولوا يصوروا ان اللي حصل في 18 يوم دي ان دي حاجه محليه شأن ملهاش علاقه لا بامريكا ولا باسرائيل، والمصريين عايزين بس ديمقراطيه وخلاص. طبعا الناس دي ممكن تكون عتبت التحرير، لان كان في يافطات ضد عمر سليمان ان هو صديق لاسرائيل، هدافات ضد مبارك ان هو خاين وقاعد بيصدر الغاز لاسرائيل. لا حصر للهتافات اللي كانت اتقالت ضد الصهيونيه في الوقت ده، بالاضافه لان السفاره الاسرائيليه تم اقتحامها مرتين في 2011، وفعلا دي كان اقرب وقت لينا ان احنا كنا نقدر ان احنا نبقى ثقل سياسي في مواجهه اسرائيل، على عكس اللي حصل بعد 2013. واسف على الطاوله، وهتوقف هنا ونفتح ممكن الباب.